هلو، اتمنى لكم يوم جميل. الفرق ما بين خيط القطيفه وخيط الفرو، زي ما انت شايفه الفرق اكيد واضح حتى ما بين البقره دي والبقره اللي انت شايفاها حاليا دي. ده خيط اليزا فاليتو تقريبا، يعني اسمه كده، مش عارفه بصراحه هيكون اسمه صح ولا لا. وده خيط الفرو اللي انت شايفاه حاليا، دي النتيجه بتاعته. طبعا خيط الفرو مختلف جدا 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 عن خيط القطيفة من حيث الشكل ومن حيث النتيجة اللي ممكن يطلعها لي. خيط القطيفة ملمسه ناعم قوي، فعليا هو فعلا ملمس القطيفة، يعني ما فيش اي اختلاف. لكن خيط الفرو هو فيه من ملمس القطيفة ولكن مش نفس النتيجة، يعني مش هتلاقي النعومة الفائقة بتاعت القطيفة، هتلاقي برضو فيها ايه تحت ايدك كده ملمس الفرو. الفتلة بتاعت الفرو اهي، شايفة شكلها فيها هيشان كده، وهتلاقي فيها زي شعر كده بسيط. تمام، فتلة القطيفة، شايفة الفرق؟ في فرق يعني حتى ولو بسيط هو واضح، يعني فاهماني؟ ده بس الفرق على فكرة، يعني بالنسبة للكاميرا هو كأنه ده هو ده، بس ده على صغير. لكن لا، هو في فرق. هتلاقي هنا الفتلة، شايفة عاملة ازاي؟ دي فتلة بقى القطيفة، شايفة الفرق؟ هو من قريب قوي هيبان ان هو كأنه نفس الشكل بس صغير، لكن لا، فعليا في فرق رهيب ما بينهم. كمان مش من ناحية الشكل بس، من ناحية الحاجة اللي هتطلع من تحت ايدك هتطلع مختلفة خالص في خيط القطيفة عن خيط الفرو. كمان السمك ده هيطلع معاكي مقبول، لكن السمك ده هيطلع معاكي بالضخامة اللي انت شايفاها دي. وكمان الاختلاف بس مش في الماتيريال، كمان في نتيجة الشغل هيكون. مثلا دي تقدري تعملي منها شنط، زي ما احنا عملنا من دي برضو شنط، ولكن دي ممكن تقدري تعملي منها شنط على شبك، تقدري تعملي منها شنط كده. نتيجتها حلوة، يعني نتيجتها بتفرح صراحة، حلوة قوي ان انت تعملي بيه بطانية، ولكن يعني مهلك، محتاج فلوس كتير قوي عشان تعملي بطانية وتخلصيها. ده نتيجته مرضية جدا بالنسبة لأجواء الشتاء الشديدة. تعملي منه لكلوك، تعملي منه شنطة سيمبل كده زي ما عملنا، تعملي منه برضو حاجات صغيرة، لكن ما تقدريش تعملي منه شال مثلا زي ده، ما تقدريش تعملي منه ملابس برضو لانه هيكون سميك قوي. وانت شايفة السمك عامل ازاي، فانت عشان تخلصي قطعة يعني لازم تكوني مثلا عايشة في روسيا عشان تعملي قطعة بالحجم ده. لكن بالنسبة لنا احنا في الاجواء العربية، قطعة القطيفة مناسب جدا للملابس والشنط المنسوجة على شبك. اتمنى اكون وضحت لك الفرق ولو بسيط، وتكون المعلومة وصلت. ولكن في فرق في النتيجة، في فرق في الشكل العام، وفي فرق كمان في أنواع الخيوط. أتمنى لكم يوم جميل مرة تانية. مع السلامة، باي.